السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله. غادي نفصل معكم واحد الكسوه روميه ديال البنات هكا ولا ديال العيالات. غتكون بالحزيم مدفون، وغتكون بصديفات حد الحزام وبالجويبات. نبداو هنا على بركه الله. عندي الثوب هنا على أربعة ومسدود من هنا من جهه الامام، حيت عندي انا هذا راه مقطع على جوج طراف، هذا الامام بوحدو والخلف بوحدو، حيت هذا انا خديتو غير طرف هكاي. هنا غادي نبدا. عندي الكتاف عندي فيهم 40 ونزيد سنتيم ديال الخياطه، الاحسن ندير الطباشير ابيض. انا هبط هنايا 3 سنتيم، الدوره ديال العنق غندير فيها 7، ونهبط هنايا جوج سنتيم ديال الدورة الخلف. هاهي نهبط هنايا 21، عندي في الدورة ديال السطر عندي فيها 28، نزيد سنتيم ديال الخياطة. نهبط هنايا 14، ندخل هنايا. هذا غيكون بالحزام مدفون، وخا يبقى الحزام عريض شويه باش يجي داك البلي، ندخل غير سنتيم على الصدر. ولا يمكنكم تخليوه نيشان بلا ما ديروا بحال قد الصدر قد البطن. من هنا غندخل سنتيم. الحوض عندي فيه 29، نزيد سنتيم ديال الخياطة. صافي نجيب البيستولي، غادي نشد من هاد النقطة هادي لهاد النقطة، وغنشد الطول ديالي. دابا عندي في الطول 143، هيا فين عندي 143، وغنزيد لوغلي 3 سنتيم. هي هادي راه غتجيني على الحاشية هنايا. صافي غنحيد غير هاد الحاشية هادي، غنجي لهنايا وغنطلع جوج سنتيم باش ما يجينيش طايح من الجناب. هنايا المنتصف ديال هاد الدورة ديال الإيفازي، هذا هو المنتصف. صافي نسير هنايا بخط، هنا الإيفازي راه عندي في ديال الخلف عندي فيه 42، وفي ديال الأمام عندي فيه 45. مبغيتش نقسم ديال الأمام، خليته عريض باش يجيني الكسوة واسعة من التحت. ماشي مشكل، وخا يكون هنا في الإيفازي فايت الأمام على الظهر ولا الظهر على الأمام، ماشي مشكل. ها هو فين مخرجه هنايا واحد 3 سنتيم، هي هادي. صافي هنايا غادي نصل هاد النقطة هادي ديال الحوض مع النقطة اللي عندي لتحت. هنايا غادي نحيد الظهر، ندير الدوره ديال العنق ديالي، غادي نهبط هنايا 10. صافي وندور هكا غير بيديا، ولا نجيب البيستولي هادي ندير لها هكايا، ندير لها هكا وندور.
صافي. ومن هنا كندخل واحد سنتيم ونص هنايا، وهنايا عاود كندخل جوج سنتيم، كنهبط هنا 14 وندخل جوج سنتيم هايا صافي. وكنخرج هنا زيرو، ندي هكايا وكندي هكايا. حتى هادي الا بغيتو ديروها بهادي كديروها، كتحطو هنايا دخلو جوج سنتيم ديرو علامة وتشدو هادي تحطوها في داك العلامة اللي عندكم هكا وتدورو من هنايا. هنايا غادي نعلم هنايا المنتصف، غندير لها واحد غندير لها هنايا صدايف. غادي نهبط الخط ديال الحزام، غنشوف شحال عندي هنايا خط الحزام شحال غندير لها فيه. غندير لها في الخط ديال الحزام 38، غنجي هنايا قبل تاع 38 وغندير علامة وغنعلمها هكاين. نطلع على 38 واحد ربعة سنتيم هكا، وندير الصدايفات ديالي باش الحزام غيجيني دايز من هنايا، يجيني تحت الصدايف، ندوز الحزام ديالي. هذا هو المنتصف صافي. دابا غادي نعبر التركيز ديالي نشوف شحال فيه، في 26. طراسي بعدا هنايا الجياب ديالي، هنايا غندير الجياب، غندير غنهبط واحد 17 ولا 18 باش ما يجينيش الحزام دايز على الجيب. هنا في الحزام اللي غندير مدهون ما يجينيش دايز على الجيب ديالي، غنهبط هنا واحد 18 هنايا وعاد نحط العلامه ديال الجيب ديالي. هنا الجيب راه غندير داك الجيب اللي كيجي مربع، راه خرج هذا العام، يجي هنايا مربع وكيجي فيه واحد البليات، كيجي فيه صدايفات، غنوريكم ان شاء الله الطريقه ديالو. انا غنعلم غير بلاصتو هنايا، هذا هو الوجه ديال الكتب غنعلم فيه، في غيكون عندي الجيب صافي. هذا الطرف ديال اللي غنخرج منه الكمام، نشدو هكا غادي نطوي على جوج وغنطوي عاود على ربعة. غادي نهبط هنايا 13 الطول ديالكم عندي فيه 60، غيكون عندي فيه لاستيك من الكمام غيجي مجموع، غنزيد 4 سنتيم على حسب لاستيك، كنديروا لها شي شويه عريض الى ما الدوره ديالو، غندير فيه 16 باش يجيني مجموع، يجي عاطي داك البلي. غنهبط من هنايا واحد 9 ديال السنتيم وغندير الدوره ديال الدرع ديالي، غندير عندي فيها 19 وندير نزيد سنتيم في الخياطه هي 20. نجيب هاد البيستولي غنديرها هنايا فهاد النقطه هادي، لهاد النقطه اللي حطيت ديال الدرع. هاد المسافه اللي هنايا غنقسمها على جوج، وهاد المسافة اللي هنا غنقسمها هكا على جوج الا بغيتو تعبرو بالسنتيم، وهنا على جوج. غنخرج هنا سنتيم وغندخل هنا سنتيم صافي. غادي نسير هاد الخط هذا لهنا هكا غير بيديا، هادو هما الكمام ديالي غنحلهم. هنا غندير واحد العلامه، غنجي لهاد البلاصه هادي وغندخل واحد السنتيم هكا صافي، وغادي ندي هكايا لهنا ما نوصلش حتى للتالي هنايا، يحدي حد هنا، وغادي نخرج ندور هنايا نخرج هنا زيرو.
هنا راه كندير هاد العلامات باش نميز ما بين هاد الجهه اللي نقص منها وهاد الجهه اللي ما نقصش. هنا غادي نفصل داك الحزام اللي غادي ندير، داك السيور اللي غيجيني لداخل مدفون غنديرو من اللون ديال الثوب. كنتو غدخلو شي ديكراتي تشريوهم واجدين، مثلا الا دخلوا الكحل الكري شي لون في داك السيور تشريوهم واجدين، داك السيور راه كيتباعو. انا غندير اللون في اللون ونخرجو من هنايا، غندير في العرض ديال هذا ندير فيه 3 سنتيم ولا 4 على حسب السيري، الا بغيتو رقيق ولا غليظ. انا غندير هنا 4 سنتيم. هنا الى هذا الا ما كفانيش في الدوره ديال الحزام غنزيد له واحد طريف واحد اخر، وغادي نفصل عاود الباندا اللي غتكون لي من الداخل، اللي غادي نخيط من الداخل باش نحشي فيها هذا. حتى هي غندير فيها 3 سنتيم، هذيك ما نديرهاش عريضه بزاف. صافي، هادي اللي غتكون من الداخل مخيطه وهادي اللي غتكون فيه محشيه من الداخل. هادو هما الاخر ديالنا. دابا غندوزو باش نفصل الكول والجياب. نفصل بعدا الكول هو الاول، الكول غندير كل شوميز. الدوره ديال الكول، الدوره كتكون لها كتكون الدوره ستوندار كتكون فيها 24، انا غندير 24 ونزيد سنتيم ديال الخياطه هي 25. غنجي لهنايا غادي نخرج واحد 3 سنتيم، هي هذه العرض ديالو بالخياطه بكلشي غندير فيه 10. هاد النقطه اللي خرجت هنا 3 غنصيلها لهنايا باش يجيني داك القنيط ديال الكول خارج. غنجي لهاد الجهه هادي، هادي هي اللي كتكون لاصقه من جهه الامام، وغندخل فيها واحد السنتيم هنايا صافي، ونخرج هنايا زيرو لهاد البلاصه هادي. صافي، هذا هو الكول ديالي. غادي هاد البلاصه هادي غنعلمها هي المنتصف. صافي، هادي هي المنتصف ديال الكور، انا درت فيه هنا كرانه. هي هادي اسهل طريقه كندير معاكم ديال الكول، بالنسبه للاخوات اللي عاد بادين جداد باش ما يجيهم صعيب ويجيهم معقد بداك العبارات بزاف، سنتيمات زيد سنتيم نقص سنتيم، كنحط ندير معاكم هذا ان شاء الله. فاش غادي تتعلموا هذا راه غتعرفوا الفرق. هنا الطرف هذا بقى لي غادي نخرج منه الجيب، نصاوب معاكم داك الجيب اللي قلت لكم وغنديرو معاكم في الباترون، عاد نطبقو على التوب حيت ما يخرج ليش نيشان على التوب، خصو ضروري الباترون. هنا العمق ديال الجيب ديالي غندير فيه 24 الخياطة بكلشي، والعرض ديالو غادي ندير فيه 18 حتى هو بالخياطة. هذا هو الجيب ديالنا، تراصينا هذا العمق ديالو، هذا العرض ديالو. غادي نجي لهنايا غادي ندخل 8 سنتيم، هنا فيها غتكون داك الفتحه ديال الجيب ملي غيدخل يدينا. غنجي لهنا غنهبط 13، ومي غادي نطوي سنتيم ديال الخياطه غيولي لنا فيه 14. صافي، نجيو لهنايا ندورو بيدينا هكا، ولا نجيبو هاد البيستولي هادي باش تجينا دايره الدوره مزيانه، كنشدو من هاد النقطه هادي لهاد النقطه هادي.
هذا هو الجيب ديالي، غادي نعبر المنتصف ديال هذا ديال هاد الدوره هادي، غنشوف شحال فيها. عندي 17 هنايا، هاد 17 هادي قسموها على جوج 8، هادي هي 8. هذا هو المنتصف، غادي نخلي ما بين البانسة والبانسة، غيجينا فيه بحال البانسة هاد الجيب هذا، غتجينا بانسة هنا وغتجينا بانسة هنا وبانسة هنا. هنا ما بين البانسة والبانسة غادي نخلي 4 سنتيم، ها هي، وهنا غادي نخلي 4، ها هي. غادي نجي لهاد الخط هذا، صافي غادي نجي هنايا وغادي نحل هاد البانسات هادو، غادي نخلي هنا لاصق واحد جوج سنتيم حتى هذا هنايا، نخلي لاصق هنا ما نطيروش التالي واحد جوج سنتيم. هنا غنجيبو هاد الباترون ديالنا وغادي نثبتوه هنا على التوب، نحطو هكايا صافي. وغادي نحل هادو، غندير كل وحده غندير بيناتهم جوج سنتيم بين البانسة والبانسة، باش من غنجي نخيطها غنجمع تجيني فيها سنتيم من هنا وسنتيم من هنا، وهذه غندير بيناتهم جوج سنتيم. نحاول نقاد هنايا هاد الباترون ما يبقاليش مكملش، غنجي لهنايا وغادي ندير خط، قبل ما نحيدو هاد الباترون نعلمو هاد البانسات ديالنا فين غادي نخيطو. هادو هما الطراسون اللي غنشد نخيط من هنايا، هاد البانسة هادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها، يجوني ثلاثة صافي. هذا هو الشكل ديال الجيب ديالي، هتكون الخياطة فيهم حد هنايا.